السلام عليكم. كما تشوفوا أنا في الحي الصيني لهنا في فيديو جديدة. أول مرة نعمل الموضوع هذايا. الموضوع هذايا سيدك يا بن سيدك الماكلة في الشارع. الماكلة في الشارع جينا للحي الصيني وبحكم فما فيستيفال لهنا كما تشوفوا رايا يخص الماكلة متاع الشعب الصيني باش نحاولوا ناكلوها ونشوفوا هما شنية الماكلة متاعهم. ونحنا نسمعوا في برشا خرافات على الماكلة متاعهم، ياكلوا الدود والحنوشة والريقة ذاك. ندخلوا نكتشفوا لصحنا متاعهم ونشوفوا اسكو هما يعني سافو لابين انك انت تذوقهم ولا. اما قبل هذايا باش نعمل بكم دورة في الحي لهنا قبل ما ندخل الفستيفال ونجرب معاكم لصحنا اللي باش ناكلوها. اول ما ندخلوا كيما تشوفوا الباب من غاديكا نمشيو في الشارع نلقاو لهنا حاسيلو سبيسياليتي ريستورونات وماكلة ابار هو الفستيفال اللي انا باش نصور فيه. فما برشا ريستورونات لهنا وفما الحوانت نتاعهم هاكم شوفوا لي ريستو فهمتني لهنا اذا كان تحب تبدل الصرف فهمت. حاسيلو انا جيت راهو البارح جيت البارح وما شاء الله البارح عباد كونتيتي كبيره 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 على الاخر ما نجمتش نصور. راني رجعت اليوم على اساس اقل عباد. بعد ما نمشيو حكايه 500 متر ونلقاو المفترق هذايا ندورو على يدينا اليمين نلقاو الحي نورمالمون فيه اكثر عباد. اول ما تدخلوا تلقاو المعلم هذايا فهمتني عم يبيعوا فيه في الحكايات نتاعهم وهاو الشكل نتاعهم من برا وعاملين الفازه هذيا اذا كانت تحب تبرد كيما تشوفوا الطفله الصغيره هذيا. ندخلوا هذيا لداخل نشوفوا شنو هي تبيع برودويات. جيت نعمل بكم في دورة لهنا جوست باش نوريكم انه ابار الفستيفال اللي انا باش نصوره من بعد تنجموا تجيو حتى في وسط الجامعة عادي ولا في اي نهار تلقاو لي روستو حالين. واذا كان تحبوا تذوقوا الماكلة نتاعهم تنجموا في اي وقت. واحنا ندورو في الشارع هذاك نلقاو ريستورون عامل بوفيه ب 6 دولار 90 باش ندخلوا تويكا نشوفوا شنو عندهم الداخل ونخوضوا التجربة هذيا قبل ما نمشيو للفستيفال اللي جينا على خاطر. هو صحيح بوفيه مسيب راهو تنجم تهز منين تحب اما المشكله انت ما تعرفش اسكو هما طيبين بحاجه حلال ولا لا. باش نحاول ناخذ الحاجات اللي نعرفهم والحاجات البحريه من الحاجات اللي ما نعرفهاش مانيش باش نعرفها. فما هنا روز نزيد روز بالخضره هاي الكريفات شوفوا الكبره نتاعها ما شاء الله تنجم تهز 3-4 كعبات 5 كعبات حد ما يلوم عليك. الناس الاخرى شو رو يعطيك اسم الماكله ما بيعطيكش ديزانجريديون بالضبط ما تنجمش تعرف. ونحن خويا نتجنبوا لهنا كان جيت مثلا نقضي من عند واحد فاس فاس ونجم نسلم لهنا ما تنجمش تسلم يعني هاي كم سايبه ما تنجمش تسلم. نحاول ناكل حاجه اللي انا نسير منها لهنا فما الفودره باش نمشيو ناكل الفودره المفيد نذوقه فهمت. صحيح حاجات ما نعرفهاش انا راهو ما يخوفنيش انه خنفوس ولا حاجه ما يخوفني الحلوف اذا كان يكون موجود هذيك المشكلة. ما بارا زي ما يتطلقش جينا للأكلة المعروفة وأشهر أكلة لهنا اللي هي السوشي. السوشي نهزو منها كعبتين كعبة ليانا وكعبة المدى نحنا ديجا خلصنا السوم تاع بلا واحد ما خلصناش بلا واحد خاطر الحقيقة ما نعرفش الماكلة باش نحاولو نذوقوه. نمشيو للبارتي أخرى لهنا زادا راهو فما الحلو. الحلو ما نعرفش انا شنو تنجم تكون المكونات نتاعو مانيش باش نهز فهمتني. مازال نهار طويل باش ناكلو حاجة اخرى نخليو الحاجة الحلوة غاديك فاسا فاسا مع شخص نسألوه شنو المكونات نتاعها. حمزة ما فكر يشوش علينا انه في طعيم المرا سألتها على الفازة هذيا قالت لي فا هذيا باش تستاك يزي حمزة. فما جهة اخرى للفيجيتاريان هذوما هذيك كلها تنجمو تهزو يغني سمع فينا في صوت. جينا للحظة الحسم واللي باش نذوق فيها راه بالرغم مانيش وكيل انا باش نحاول ناكل على خاطركم. باش نبدا بالروس. الروس هذايا كيما تاعنا نحنا الروز ماست اما سوابع هذوما ما فيش تريان. هاو شنيا فيهم فيهم خضرة من داخل هذه بنينة حق ذوقوا هذي نعرف شنيا اسمها زادا نورما مو فيش التارية دي مش خايبة
أما هذه أبن أكثر واحدة خايف منها كعبور البيض هذه مش عارفها شنية عجينة ولا الله أعلم أبش نجرب نذوق الله أعلم حسيلو عبارة شريت حاجة من الباتسيري حلوة وما هيش خايبة ما تحسش طعمة العجينة بيضة ما تحسها خبز تايب فهمتني ذوكو سوشي طب سوشي مش عارف كيفاش يتاكل باش نهز بيداي نعرفوش كيفاش يتاكل قوي حاسيلو قسيت انا خرجته من فمي فهمتني قوي مخيب انا ما عجبنيش هاي الكروفيت ذوق عن نورمالمون كروفيت نتاعنا فهمت كروفيت عالميه عم نشوف الفاسون اللي مطيبينها بها الكروفيت بنينه وشايحة هكا تحسها بنينة علخ قاعد تدوى المقرونة أبش نذوقها مش عارف شنية اسمها حسيلو ملي ذقت السوشي رميتها الكل في جرة بعضها ما عاش نحب نحط فرد مرة نذوق وبعد نيك حسيلو كيما الرشتة ذي أما خايبة ماهيش بنينة حسيلو في الحكاية ذي كل عجبوني زو السوابع هذوم البيتزا بتبيعها حاجة عادية بيتزا دي وفات التجربة نتاع الرستو هذايا نمشيو توا للفستيفال يلا أول ما ندخلوا نلقاو الأجواء هكايا كيما تشوفوا برشا عباد يعني ديجا العباد هذوما وأقل برشا من الكونتيتي نتاع العباد نتاع البارح بدينا بالماكلة البحرية كلمات الوحدة بدوز دولار هذي أنا وقت سألتها المرة الأولى قالت لي 3 دولار بارامو عندهم ارتيكل واحد اخر سار ما لونتوندو المفيد خذيت كعبة جوست بعد شي ذوق فهمتني كلينا بكري تنذوقوا هذية ونتعاديهم بعد اللي زيتها بلوخر المفيد حبيت نبدأ بحاجة بحرية اوكي اوبش نذوقها ونعطيكم رأي عصيرو الطعم نتاعو ضايع جمله واحده على خاطر حاطين برشا فحال تحسش روحك تاكل فيه هو كحاجه بحريه تحس روحك لفاح مقوي كل شيء فهمتني ماكش طعمته ضايع في وسط الفاح اللي عاملينو اما كومي حاجه باهي سافو لا بين 12 دولار جو بونس غالي شوي بعد ما شدينا الصف هاو البلا اللي خديناه ب 6 دولار كالامار هذايا فهمتني معاها المايونيز ولا تحب الكاتشاب فهمتني انا خذيت معاها المايونيز ها باش نذوق ونقول لكم سخونه تتقرمش هاكا من داخل كاين جريس ولا كيفاش اما بنينه وتتقرمش من برا فهمت وخذيت زاده التاي هذا نعناع وقارس وعسل وشاي زاد هذا ب 6 دولار زاد سالتها قالت لي ب 6 دولار هاو قارس فهمت هاو صندوق ونعطيكم راي واو ياسر طياره ياسر طياره كاني باش نعاود ناخذ كعبه اخرى بنين برشا هكا فيه طعمه ما عرفتهاش اما هكا ما ايش عارف ما حاجة بنينة على الاخر هذي كيني احسن حاجة خليناها اليوم وان بلوس حلوة هكايا وتحفونا على الاخر حسيلو ماشية وتتعبها كما تشوفوا وليت يعني اي حاجة نحب ناكلها يلزمني نشد الصف برشا صف وبرشا وقت مش نعدي نهار حسيلو لهنا على دو بلا المفيد هاكم تشوفوا في العباد ورايا سينو بعد ما استنيت بريسك ساعة غير ربع جينا للجلاس فهمتني جينا الحاجات ديسير هاكم تشوفوا فما المانجا وفما الفريز ولهنا كريم حاط بول بتاع كريم
باش نذوقها هذيا 6 دولار كله في الزون بتاع 6 10 اكثر حاجه 12 هذيك اللي خذيناها الاولى كالامار المشوي اسمعني الحاجه الحلوه مهما تتبدل الثقافات نتاعها ديما بنينا الحاجه الحلوه ده. وهم حاجه لازمك تسال في الحلويات اسكو هي فيها جيلاتين ولا لا كيما في الحاجه الحاره تسال على البور هذه تسال على الجيلاتين هذه مانجا زاد حصيله شبعه مانجا اليوم وكالامار وجو به هذه زاد 6 دولار بنينه طياره سيرتو المساسه كبيره كي تجبد تجي كونتيتي كبيره خاطر علاش فيها هي الكعب متاع المانجا هما شفتهم بكري تعمل فيها بالياغورت والمانجا فما خلطه سبيسيال ما شفتها تحط في الياغورت